بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على كل الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا يمكن اليوم هيكون في استمرار للاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مع ارتفاع طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، لأن احنا بنتأثر في طبقات الجو العليا بوجود امتداد المرتفع الجوي. المرتفع الجوي هيعمل على زيادة فترات شطاع أشعة الشمس بالشكل الكبير. كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، فاحنا هنحس في ال 72 ساعة الجايين ان في ارتفاعات طفيفة وتدريجية في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تحديدا، وتحديدا كمان في فترة الظهيرة اجواء مشمسة ودافية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. المناطق الشمالية بتكون مائلة للدفء لان العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية هتكون طبعا اعلى قيم درجات حرارة وهتكون دافية بشكل كبير ده خلال فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيكون في فرق كبير في قيم درجات الحرارة، انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة خاصة في فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، فرق درجات حرارة بيتجاوز العشر درجات، لأن الصحراء فترة الليل بتكون منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بتكون في انخفاض في نسب الرطوبة خلال فترات الليل، فده بيخلينا نحس ببرودة أكتر، قيم درجات الحرارة منخفضة أكتر، أجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية خلال فترة الليل وخاصة فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر وخاصة كمان في الأماكن اللي هي وجهات صحراوية بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد، وسط سيناء، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير. وطبعا الشبورة المائية هي ظاهرة جوية بتأثر بشكل كبير فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي أحيانا بتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل في بعض الأماكن لحد الضباب وبتتلاشى مع شطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا ساعة بالكثير الشبورة المائية تبدأ تختفي من على أغلب الطرق وتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار اليوم هتقل تماما عن أمس، وتكون أمطار خفيفة على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لكن غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. لكن في نشاط للرياح في بعض الأماكن، نحب نعرف الأماكن دي وهل الرياح دي محملة برمال وأتربة ولا لا؟ هو طبعا في اعتدال في معظم محافظات الجمهورية في سرعات الرياح، يمكن هيبقى في بعض الأماكن المحدودة من سيناء، بعض الأماكن من شمال الصعيد، لكن غير محمل بأي أتربة والمال مسارة. الحمد لله الأحوال الجوية على مدار يعني الأسبوع ده مستقرة بشكل كبير في معظم المحافظات، تحديدا لحد يوم الثلاثاء الجاي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير. الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، درجات حرارة حول المعدل أو أعلى من المعدلات، هي تعتبر مش حول كمان دي أعلى من المعدلات بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات، أجواء تخلينا نستمتع بالأجازة بشكل كبير، مشمسة فترة النهار، مفيش أي تقلبات جوية، نقدر نستمتع بالأجازة، طبعًا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير ومصريين كلهم بخير، نستمتع بالأجازة بس هنخلي بالنا، هنخلي بالنا من فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، بلاش الانخداع بأشعة الشمس والدفء فترة النهار، ونغير نوعية الملابس بشكل كبير، ضروري نحافظ على الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل أو فترات الليل المتأخر والصباح الباكر. القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع وجود الشبورة المائية، لو احنا مسافرين على طرق فترة الصباح الباكر نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، والقيادة تكون بهدوء تام، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. انت طيبة يا دكتور، بنشكرك شكرا جزيلا. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 22 وصورة 14، العاصمة الإدارية 22-13، اسكندرية 22-11، العلمين الجديدة 22-10، مطروح 22-11، دمياط 22-14، بورسعيد 22-14، الإسماعيلية 23-11.
السويس العظمى فيها 23 والصغرى 11، العريش 22، 9، كاترين 19، 5، طابة 23، 13، حلايب 25، 19، شلاتين 27، 18، شرم الشيخ 25، 16، الغردقة 26، 15، والفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 12، بني سويف 22، 9، الوادي الجديد 23، 10، أسيوط 22، 8، سوهاج 23، 9، قنا 24، 11، الأقصر 25، 10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 25 والصغرى 11. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لجمانة وشاذلي نكمل معهم فقرات. شكرا ليك يا لمين.